الدعوة لها شروط خمسة. الأول الإخلاص، أن تبتغي بهذه الدعوة وجه الله سبحانه وتعالى. الثاني العلم الشرعي، لا يمكن تخرج إلى الدعوة بالجهل، ما تخرج إلا بعلم. Deuxième, c'est vous donner la connaissance appropriée pour chaque chose que vous appelez le monde envers, pour faire d'avoir basé l'ordre de l'université. ولا بد من حكمة في الدعوة. الحكمة هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. Il faut dire que dans la sagesse, la dawa, et la sagesse c'est quoi? C'est même pour faire Mohammed صلى الله عليه وسلم. ولهذا من الحكمة أنك لا تناقشهم تناظرهم، تعلمهم التوحيد اليهود والنصارى. Et parmi la sagesse, c'est nous pas لا نا لا تناقشهم. تعلمهم التوحيد. الرابع معرفة حال المدعو، تعرف إلى من تذهب، أنت ذاهب ليهود، ذاهب لنصارى، ذاهب لمجوس، لابد تعرف من هم حتى تستعد لهم. الخامس الصبر. لأنه ممكن يخرج وتحصل له أي مشكلة، قال لا أريد دعوة. ممكن تخرج. تخرج ويحصل لك أي مشكلة، تقول خلاص أنا لا أريد الدعوة. ما تصبر. ما يصبر. نعم. انقسم الناس في الدعوة إلى الله إلى طرفين ووسط. Jurban Jimun dan konsen abu don dawa hingga yang tua grup Jimun. De grup ni sud limit dan le ben sud limit apa? Qism la yad'u lillah abadan. En grup pada don dawa jitu. Wala bi kalima wahida. Ni pa wuz pada don dawa ba non muslim. Wa qism yad'u lillah bil jahl. En grup lut grup li don dawa bel avec l'ignorance, n'a pas aucune connaissance. Wa qism wasat. Et sa troisième groupe, c'est le modéré. الذي تثق فيه 100% هذا تدعو إليه. 100% تثق فيه تدعو إليه. 99% لا تتكلم. Il y a quelque chose qui va assurer 100%, ça va appeler du monde envers. Mais si il y a quelque chose là-dedans, on a d'autres pas assurer, pas appeler du monde envers. Pas appeler du monde envers, quelque chose qu'on a d'autres là-dedans, même si jusqu'à 99%, il doit pas dire du monde envers. Tufti, la tufti. سؤالون فتوى سؤالون فتوى. لا تتكلم بما لا تعرف. أكوس كيكسوز يباكونه. لا تخرج عن كلام العلماء الربانيين. قبل سوتي الديو بقول بن علماء سنة. يعني الآن يدخل داخل هنا إلى المسجد ويقول أين القبلة؟ إذا بتجمعني مسلمين بنيا تغلا يدمني كيبو قبلة يتي. ها يقول الشيخ أنا لا أفتي. طيب لا تشك ان هذه هي القبلة. هذا علم الناس. يقول صلاة المغرب كم ركعة؟ يقول انا لا افتي. طيب معلوم ان صلاة المغرب 3 ركعات، هذه ليس فيها خلاف اصلا. لكن دخلت مرأة وقالت اليوم تخاصمت مع زوجي قال كي كذا وكذا، هل أنا طالق؟ نقول لا، هذه تحتاج فتوى. إذن لابد نكون وسط في الدعوة إلى الله. وأهم شيء وأول شيء في الدعوة التوحيد. Et quelque chose de plus important et premier quelque chose dans la dawa, c'est après dire une envers, t'as oublié d'Allah.